راه على الموتور ويلاه وراه غنفصلوه الراي عليا الزبل. يلا سمعي الصخت هرضة الا خرجتي خذ خواتات السلام عليكم، كي دايرين؟ كي دوزتوا العيد؟ كي دوزتوا الاجواء ديال العيد؟ جيسبر تكونوا كليتوا مزيان او توحشتوني بيان سور. دونك حتى انا توحشتكم الصراحه، وزعما واخا ما كانش عندي الوقت فريمون، راكم الناس اللي متبعيني عن قرب بزاف، يعني اللي كيدخلوا انستغرام وهذا عارفين مزيان باللي ما عنديش الوقت، وشافوا معايا امتى بديت العيد انا، يعني مرة جوج ديال السيمانات عادي يلاه بديت انا كنعيد، مي ماشي مشكل الحمد لله، الله يرزقنا غير الصحه والسلامه، كل شيء كيدوز باش ما عطى الله. دونك اليوم خرجت من الخدمه، يلا غادي نمشي نشوف مالين الدار، من بعد العيد ما شفتهمش هذيك المده كامله، وغادي نستغل الفرصه باش نديكم تشوفوا بالنسبه للناس اللي ما عمرهم ما مشاو البراج ديال واد المالح وما عارفينوش اشناهو اشنو فيه، غادي نديكم تشوفوا معايا شنو كاين تما. راه واحد المنطقه طبيعيه اللي زوينه بزاف، والصراحه انا ما كنتش عارفاها، تخيلوا انني انا ساكنه في كازا وكنطلع للنواحي ديال المحمديه وفضالات بزاف، وما كنتش عارفه يعني باللي راه كاين واحد البراج تمايا، يلا اكتشفتو مؤخرا. دونك بغيت نوريكم كي داير شنو فيه. خايبه بزاف بلي دودان، يعني الطريق اللي كدي نتيط من الليل من جهه، دونك انا جايه من جهه سيدي مومن اتجاه تيط من الليل فوالا اللي كنهضروا عليه، يعني خص ديما تخليو واحد المسافه كبيره بينكم وبين الطوموبيلات، لحقاش كاين بزاف ديال لي دودان كبار، ميم طوموبيل ما تقدرش تدوز عليهم بسرعه، زعما كيما نقول ما تقدرش تدوز عليهم بسرعه. دونك نتوما ديما خليو سيفو بلي المسافه كبيره بينكم وبين الطوموبيل، حيت الطوموبيلات تيفرانيو على غفله ياك، هذوك لي دودان ما كاينينش، هادشي كله ولا قلنا راه غير باش تهلك، لا ما تهلك ولا تهلك ان شاء الله بربي. دونك بغيت نمشي غادي نشوف العائله، كلشي مجموعين تما من بعد العيد اجواء وهذا، غنمشيو نديكم معايا تشوفوا تما العائله. سلام فين غادي؟ فين هو غادي؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، خبطني. نتمنى تكونوا توحشتوني، نتمنى نكون خليت بلاصتي، انتوما كتخليو بلاصتكم فاش كيتحبسوا عليا لي كومونتير، دونك اون فوا كيتلاح الفيديو كيلقى واحد جوج ديال الاسابيع ديال الكومونتير، من بعد صافي لا حصل الاخبار. الناس اللي متبعيني في انستغرام كنبغي نشكركم بزاف بزاف، نتوما راه معايا تقريبا كل نهار كتشوفوا الجديد ديالي، كتشوفوني شنو كندير شنو ما كنديرش، دونك مرحبا بالجميع الناس اللي تبعوني من الاول، الناس اللي يلاه جاوا مرحبا بكم كاملين، كنشكركم بزاف على الثقه اللي درتو فيا، حيت جوج الفيديوهات الاخرين الصراحه ما عمرني ما توقعتهم غادي يوصلوا لهذاك العدد ديال المشاهدات، وهذا الشيء تيعني انكم ثقتوا فيا وعطيتوني وقتكم وتفرجتوا، والحمد لله كنتمنى من سيدي ربي ما يخيبنيش ونقدر نبقى غاديه زعما كان كندير لكم داكشي اللي تيعجبكم، ونطلع النيفو من حسن الى احسن، وتا انا راه مازال كنتعلم دونك قبلوا عليا، راه بشويه بشويه كل مره كنكتشف غلط في بلاصه وهذا، وبشويه بشويه تا كيحمل الواد هادشي ما كان.
الوغ كيما كتشوفوا وصلت لهاد البلاصه بغيت نوقف كوم سا جو فو مونتر لي ديستيناسيون اللي كاينين. كيبقى سيدي حجاج من هنا والسد واد المالح من الجهه الاخرى. Commence par là. دابا غادي نطلع نشوف فين نحط لا موطو. ها هي لا فيو بانوراميك كوم فو لو فوايي. عرفتي غنوريكم الشخص اللي كيقلبوا عليه في لو موند ديال لي موطار في العالم كامل اللي قدر يجمع ما بين داينيز والالبين ستار. يا سلام سي با دوني ا تو الموند. شريف اسمح لي عافاك طرق المحمديه طرق المحمديه من هاد الدوره هادي. شكرا شكرا. ما كتشوفوا اخ جمع ما بين طايميز والالبين ستار فيست وحده تمنيت نقول لي عطا ليا ولكن ما قدرتش شمت. وصلت دابا معايا واحد الجن ولد اختي اللي قال لي غنديروا واحد البرانك للوالده ديالي اللي هي جداه باغي الخدمه في جداه. دونك هذا البرانك هو انني انا غادي نوصل وغندير راسي طايحه وما عتاب الموطور وغنشوفوا لا رياكسيون ديال الوالده كيفاش. دونك يلا وصلت قبيله وخبيت الموطور وبقيت مخزونه في الكراج واحد المده باش ما يعيقوش بيا راني جيت. دابا غادي يطلع يقول لهم راه هي جات وفاش غيتم مهبطين غنلعب انايا على المقلب ديالي. بقاو معانا. A few moments later. والموتور شو تشخصخ ولا شنو؟ والموتور شو تشخصخ ولا شنو؟
ما طرا لي والو ما طرا لي والو عزلك عزلك واش دير هاد الامن شنو تعيط عليا كتفلي عليا عيط واش هادشي فيه تفلي او كاين شي حد كيتفلي على راسو بكسيد تعاود في بعدا نمشيو للحمام جيب لي خويا تمشي بيا انت راني تسج نحطو على الجنه سير صلاح الدين عطيني تسج دابا غتشدي دابا غتشدي دابا غتشدي دابا غتشدي دابا راسك انا سطاتني غتخرج عليا انا سطاتني غتخرج عليا هادي هي اللي خلا ليا مع عفاف شدي شدي عفاف كنت نضل نقولها لك نقول لك عفاف بعدي من الموتور ما عندك ما ديري بالموتور الموتور خليها رجاله شتي تي فين تسمعي تي بالموتور ها دير تسج على رجلك كبير واش كتكتبي صح ولا كتكذبي ما كنحركش صغاري اليوم شنو هو يا اختي فيا والله على اليوم شنو هو سالي رجوز دابا نعشي بداو It's a free! الله يمسكهم بيه يعني معدي زهرنا يتخلوا عليا شتي الوالدين مساكن شتي الله يمسكهم والله ما ديروا مع انتم ما يدار شتي الوالدين محشومه شعرك محشومه شعرك تتايا تتبعها ناكت يلا راه يوسف تقطع لي الروي تحل وعيقتي والله الا عيقتي لا ما غاديش تبقى تخرجي حسين ملي خلعه درتيها بالعام درتي لي مقلب وبغا دابا تمشي تخرجي في هذا الليل راه تقدر توقع بالصح ما عندي ما ندير بهذا الشيء انا حيد عليا الزبل يلا دي عليا الزبل يلا وتعلمت يا ما غاديش نمشي علموك وليتي جدارميه علموني سمعي الصح تهرضى الا خرجتي خليني نطلع قديش شكلي بلا صداع بلا غوت كتفهمي؟ مصيبة هذا هذا كيركبو في الرجال ماشي عيالات